تفجع عليه ودار محاولات باش يقلب هنا في الدوار فين ساكن. من بعد كيتفاجأ بان الدري راه ساقط في البير. ما كانش عارفه في الاول. ما كانش عارفه، قلب في النواحي ديال الدار، في النواحي ديال الدوار فين ساكن. من بعد كيتفاجأ بان الدري كاين داخل البير. هبطوا كاميرا ديال المراقبه، داروا له فلاش، تما كيتبان بان الدري راه داخل البير. ومن ذاك الساعه والمنابر الاعلاميه كتواجه المكان. الدراري كاين هنا 3 ايام، اقسم بالله كاين اخر 3 ايام وكيخلص الماكله. ما كاينش حتى اماكن ديال باش تاكل، يعني المواد هاد البلاصه بالضبط، يعني بعيد غير باش تمشي، غير ما تجي ما تاكل راه خصك تضرب واحد نص ساعه. حنا حاليا دابا حنا هنايا مآزرين الاخرين بالجوع، يعني باشو نحفروا بيدانا باش ما كان، يعني باش يطلع الاخرين. يعني انت قدمت واحد الصوره اللي هي زوينه على الشباب المغاربه، وخاصه الشباب ديال هذه المنطقه اللي جاوا الصباح يعني بالدموع وبالبكاء بغاو انهم ينزلوا للبير. الحمد لله، انا مستعد. الحمد لله، راه الصوره راه واضحه، راه كتعبر على كل شيء. راه الالوف الالوف ديال البشر راه محتاجين لهنايا، ومازال راه غالقين الطريق. لو كان يطلقوا الطريق راه يعني مازال الناس كيتوافد، مازال الناس كتوافد. راه الطريق غالقه هنايا في واحد البلاصه كيقولوا لها الكروشي. راه لو كانوا يطلقوا الطريق راه المغرب كامل غيجي ازر رايان. راه رايان ولا مساله عالميه، ما بقاش مساله وطنيه، ولات مساله عالميه. الام كتدعي، الدري الصغير كيدعي، الاب كيدعي، الشاب كيدعي، كلشي كيقول رايان. والحمد لله ربي راه مازال مستجب الدعاء، ربي مازال مستجب الدعاء ومازال كيتنفس. هذا هو الامل اللي عندنا حنا في رايان، الحمد لله مازال كيتنفس. انسان بين الناس اللي قراب ليهم هنا. حنا هنا ولاد المنطقه، ماشي ولد الدوار ولكن ولد المنطقه. يعني القصه ديال داك البير، القصه ديال البير انها التحفرات ما تسدتش. وهذا المشكل انا وقع لي، انا راه هادي واحد 6 سنين حتى انا طحت في بير بحال رايان، ولكن الحمد لله البير اللي طحت انت طحتي في بير. أنا يعني هذه واحد الحاله اللي غادي انا راني تكون على المباشر، انت طحتي في بير. انا راني طحت في بير في 2014. كيفاش وقع؟ كنا كنسقطوا الزيتون وحطينا واحد البرش على ذاك الزيتونه باش ما يطيحش. يعني هنا الضعف الفكره اللي حطينا واحد البرش. جيت انا كنسقط في واحد الزيتونه كنهبط في بير العمق ديالو 15 متر. الحمد لله البير راه داير، وبير ديال السيما، وهبط وباذن الله ما تصبت حتى شي حاجه. البير كان فاش كنتي في البير بغينا داك الاحساس. الاحساس اول مره كنحس براسي بانني صافي سلمت في الحياه. اللقطه اللي كنت انا مازال تحت الماء كنسل، يعني عارف راسي ما غندورش للحياه. البير كان فيه الماء، البير كان فيه الماء، وهبطت للصل ديالو، وانا في وسط البير كنقول سبحان الله العلي العظيم، العمار ديالي في المكتب غادي، في العمار ديالي المكتب غيتسالى هنا، ما عندي ما ندير. كما يعني العمر ديالك طول فيه الله، نتمنى هذه الحاله يعني تكرر حتى في هذا. امين يا رب. هذا كنتمنى الطفل هذا اللي ولا ابن المغاربه. الحمد لله، يعني اللقطه اللي خرجت انا فوق البير قلت الا كان العمر ديالي طويل راني غادي نقاوم باي طريقه، غادي نقاوم كيفاش نطلع. كان العمر ديالي قصير راه ما عندي ما ندير. واش كنتي كتحس واش كنتي في البير الضيقه؟ احساس ديال الموت، يعني صافي مسلم في الحياه نهائيا. كان واحد الجماعه فوق مني، الدراري صحابي داروا المجهود وهبطوا لي داك كويردات حبلان بالعربيه، هما اللي نقدوني، والحمد لله وليت للحياه. يعني انت حاس دابا بالاحساس اللي كتحس به؟ حاس بالاحساس اللي حاس به رايان، يعني حيتاش حتى انا كنت داخل داك البير، وحتى انا عشت الاحساس اللي كان فيه رايان. رايان في حفره مظلمه، ماشي بحال الحفره اللي كنت فيها انا، احساس واحد اخر. رايان مازال صغير، ما عندوش القدره على الحركه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.